أهلا بحضراتكم. ومن قطاع غزة الآن تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. منى، كنا نتحدث معك منذ قليل عن هذا التصعيد الذي يحدث، وقلت أنه لا جديد، ولكن ما الجديد حول ردود الفعل الآن داخل القطاع؟ نعم، ما زالت زميلتي آية ومشاهدينا الكرام، يعني الحالة في القطاع هي حالة من الترقب. ردود الفعل كلها تدور حول وجوب أخذ الحيطة والحذر خوفا من أي يعني تصعيد مفاجئ أو غارات حتى مفاجئة، كما أشرنا وكما نقول بأنه طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ما زالت تحلق على مسافات منخفضة من أراضي قطاع غزة، الأمر الذي يعني بأنه هذه الطائرات تبحث عن أهدافا. هذه الأوقات من أكثر الأوقات التي عادة تكون يعني موترة بالنسبة لأهالي قطاع غزة، كما المستوى السياسي والعسكري بطبيعة الحال. ردود الفعل فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية جميعها تدور حول أنه هذا ليس الوقت المناسب لخوض مواجهة ربما مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس هذا الوقت المناسب لفتح جبهة، حيث أنه يجب العمل على ما يدور والتركيز على ما يدور في الساحة العربية الإقليمية والدولية، والتركيز على المؤتمرات، التركيز أيضا على فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية ووضع خطط للتعامل مع ما قد يأتي مستقبلا. هذا الأمر ربما نبه له الرئيس محمود عباس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية، القمة العربية، وكان بمثابة تنبيه وتحذير لما قد يحدث لاحقا ولما هو آتٍ. الآن إذن الفصائل الفلسطينية تحمل موقفا واحدا، وهو وجوب السيطرة على الوضع. نعلم بأنه هذا سؤالي التالي لك، تسيطر على الوضع الأمني في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي والتوقعات الخاصة بردود الجانب الإسرائيلي الآن، ولكن أيضا تحدثت منذ قليل أن الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن هذا الإطلاق. هل من ردود فعل جديدة أو هل من بيانات رسمية جديدة من أحد الفصائل الفلسطينية؟ نعم، دعيني أوضح أمرا، وهو أنه الجهاد الإسلامي خرج بتصريح مبهم. من يقرأ يعني ينتبه إلى أنه هناك محاولة لعدم تقديم تصريح واضح حول هذا الأمر، حيث أنه بعد الحدث مباشرة خرجت حركة الجهاد الإسلامي وقالت بأنه اغتيال القائد في جنين، القائد التابع لحركة الجهاد الإسلامي في جنين لن يمر مرور الكرام، وبأنه دماؤه سوف تكون ثمينة، وبأنه الرد سوف يكون قادم. هذا بعد إطلاق الصواريخ بشكل مباشر. لم تفهم الأوساط الفلسطينية إذا ما كان هذا إعلان غير مباشر عن أنه الجهاد الإسلامي هي من تقف وراء إطلاق هذه الصواريخ، أم أنه هناك ما جعلها تتراجع، ربما ضغط من حركة حماس أو حتى حركات أو فصائل المقاومة الفلسطينية كافة لضرورة الذهاب باتجاه السيطرة على الموقف، وبأنه قطاع غزة الآن ليس أمام يعني هذه القدرة لخوض معركة جديدة. إذن ربما، والآن يعني مما نقرأه، هناك حديث عن أنه قد تكون هذه الصواريخ التي أطلقت هي كصواريخ رد فعل للحدث الذي جرى في جنين، ولكن هناك محاولة للسيطرة عليها أيضا فلسطينيا. نعلم بأنه الجولة الأخيرة من التصعيد في قطاع غزة لم تكن بعيدة، يعني لم يمر عليها سوى عدة أشهر من الآن، وما زال قطاع غزة يعاني من الدمار ومن الحصار ومن الكثير من التفاصيل المرهقة لقطاع غزة وللشأن الفلسطيني. وبأنه الآن تم الاتفاق خلال المؤتمر في الجزائر على وضع أولويات واستراتيجيات يجب أن يتم التعامل معها فلسطينيا. لذا جميع الأوساط الفلسطينية الآن تتجه صوب تقدير وترجيح فكرة بأنه يعني هو رد فعل أحادي
قد تكون خلف حركة الجهاد الإسلامي، ولكن هناك محاولة لضبط هذا الرد الفعل حتى لا يتم وهنا منى لا يتخوف المواطنون في قطاع غزة. يعني أنت تحدثتي أن أغلب الترجيحات تقول أنه لا يمكن أن يكون هناك رد من الجانب الإسرائيلي، فهم مشغولون بنتائج الانتخابات وإعلان فوز نتنياهو وما إلى ذلك، وهذا ليس توقيت مناسب للتصعيد ربما، ولكن نعم. هنا ألا يتخوف المواطنون في قطاع غزة؟ نعم. تفضلي. دعيني أوضح بأنه لن يعني هنا لا نتحدث عن أنه لن يكون هناك رد، هو يعني بنسبة كبيرة جدا وما اعتدنا عليه بأنه سوف يكون هناك رد، ولكن هناك فرق بأنه هذا الرد سوف يكون محدودا. عادة الردود المحدودة تتمثل في كونها تتجه أو تطلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أو طائرات حتى الحربية الإسرائيلية صواريخ باتجاه مواقع لفصائل الفلسطينية، تكون هذه المواقع بالغالب خالية نتيجة يعني الحذر من هذا الوضع الأمني، أو حتى تجاه أراضي خالية، أراضي زراعية خالية. إذن هل هناك رد؟ نتوقع بأن يكون هناك رد، ولكن سوف يتميز هذا الرد بأنه رد محدود، لن يرتقي لأن يكون هناك مجازر أو حتى استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين. عادة يكون القلق متى؟ يكون القلق من أن يتم استهداف موقع إلى جانبه منازل مدنية أو أراضي زراعية إلى جانبها منازل مدنية، وهنا قد يقع الضرر. ولكن الحديث عن السيناريوهات المفتوحة التي من الممكن أن توقع عدد كبير من الضحايا الآن، وخوض حرب جديدة أو حتى فتح بوابة صراع جديدة في قطاع غزة الآن، هذا هو ما نستبعد حدوثه نتيجة يعني عدم ترتيب الأوراق الداخلية لدى الشأن الإسرائيلي. ولكن مع صعود اليمين المتطرف ومع صعود نتنياهو، أليس هناك توقعات متشائمة خلال الفترة القادمة، خصوصا أن نتنياهو لديه ربما تاريخ طويل في هذا الشأن؟ هذا أمر يعني أصبح بديهيا بالنسبة للفلسطينيين، إن كان في الداخل فيما يتعلق بال يعني العنف، زيادة الحصار على قطاع غزة، زيادة ربما الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، هناك تحديات كبيرة، أو حتى في زيادة الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات اليومية للمستوطنين. الآن بنيامين نتنياهو في محاولة أو في محاولته للحفاظ على كرسيه، دعينا نذكر بأنه يعني الشأن الإسرائيلي الداخلي خلال السنوات الماضية شهد الكثير من البعثرة ربما، يعني انتخابات إسرائيلية مبكرة للكنيسة متلاحقة، عامين وانتخابات يعني مؤخرا أصبح هناك خلل كبير في سياق الشأن الإسرائيلي، وبالتالي الكثير من الأوراق الآن بحاجة إلى ترتيب. بنيامين نتنياهو لم يعد إلى سدة الحكم بسهولة، ولهذا سوف يحافظ على وضعه الآن في سدة الحكم مرة أخرى، سوف يحاول أن يستفيد من كل الأوراق المتاحة، إن كان عبر يعني زيادة الاستيطان، إن كان عبر إطلاق يد المستوطنين بشكل أكبر، إن كان عبر كسب التأييد لصالح إسرائيل ضد القضية الفلسطينية وتعطيل القرارات التي يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول عليها في الشأن الدولي والحصول على تأييد بحقها، أو حتى إن كان فيما يتعلق بالقضاء على حركة حماس ومحاولة يعني القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الآن الجديد بالنسبة لنتنياهو هو هذا الحراك المقاوم في الضفة الغربية، هذا سوف يكون تحدي كبير لدى بنيامين نتنياهو، وقد يكون من أول أولويات التي سوف يقوم بالعمل عليها، لأنه سوف يأتي ويجلس على هذا الكرسي بيد من حديد كي يثبت للإسرائيليين بأنه هو يستحق أن يحصل على جولة كاملة 4 سنوات وأكثر من ذلك، قد يرشح نفسه لسنوات مقبلة. نعلم بأنه بنيامين نتنياهو شخص طامح سياسيا ولديه الكثير مما يقدمه للإسرائيليين، إن كان طيب هنا بعد الخطوات التي حدثت خلال الفترة السابقة وإعلان الجزائر أو محاولة توحيد الفصائل الفلسطينية، هل نتوقع أن يكون هناك رد فلسطيني موحد من هذه الفصائل حال حدوث أي تصعيد؟ إيه
يعني كي نكون يعني واضحين بهذا الشأن، يعني بعد ما حدث بالجزائر أكيد هناك نوايا جيدة للذهاب باتجاه وحدة وطنية حقيقية، ولكن لم تكتمل الإجراءات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كل السياقات السابقة تتحدث عن إنه المصالح، أيضا المصالح الشخصية أو الخاصة بكل فصيل تختلف من فصيل إلى آخر، بمعنى أنه ترتيب الأوراق لكل فصيل، يعني حركة حماس كي تحافظ على يعني مصالحها، من الممكن أن تمنع أي حرب أو أن تقف جانبا في أي حرب قد تخاض مستقبلا. حركة الجهاد الإسلامي في حال أرادت أن ترد على أي تصعيد في الضفة الغربية أو حتى استهداف لأحد كوادرها، من الممكن أن تكون يعني أو تقوم بالرد وقيام بأي عملية غير محسوبة. لذلك فيما يتعلق بالشأن العسكري، عادة ما يعني يكون من الصعب أن نتوقع بأن يكون هناك موقف واحد. نعم، وضحت إنه ما زالت على أي يعني هناك اتفاقات. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من قطاع غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات.